السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق أمين الحافظ رئيس سوريا الأسبق مرحبا سيد الرئيس أهلا بكم في الحلقة الماضية توقفنا عند مرحلة هامة وهي إعادة انتخاب شكري القواتلي في 18 أغسطس 55 رئيسا للدولة مرة اخرى، وما تبع ذلك من عمليات تطهير كبيرة داخل الجيش السوري، حتى انه ذكر ان عدد الضباط الذين اصبحوا خارج الجيش السوري اصبحوا اكثر من عدد الضباط في داخله، ومن هنا بدأت ظاهرة ربما كانت جديدة وهي وجود معارضة سورية في الخارج، لا سيما كانت تتركز في لبنان. ما مدى تأثير الان وتكتل وجود المعارضه وتاثيرها على النظام في الدوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجو ان اوضح لك انني ان ما لدي من معلومات بما يتعلق بتسريح الضباط في تلك الفتره في تلك الفتره تختلف كثيرا عما تفضلت به كيف التسريع شمل اعدادا قليله جدا وكانت هناك مؤامره او استمرار لتامر حلب بغداد على سوريا كما ان بعض الساسه مع رئاسه اركان الجيش وبعض قيادات شعب الاركان من هؤلاء وضح لنا من الساسه ومن رئاسه الاركان يعني قيل ان كان هناك رضا أو تعاون بين خالد العظم وضباط أديب الشي الشيشكلي من, من هو خالد العظم؟ رئيس وزراء ووزير منذ سنين طوال نعم ورجل يعني فاضل وله مذكرات ثلاث أجزاء حلوة فآخر فترة مع يد أجنبية هناك من هي هذه اليد؟ يعني حلب بغداد ومن لف لفه ومن والاه من لف لفه؟ عارفين من حلف بغداد لكن من لف لفه ومن ولاه؟ يعني أو من وراءه من وراءه؟ إنجليز وأميركان وأتراك يعني حلب بغداد كيف كان حلب بغداد؟ لنا سيادة الرئيس و... من تقصد تحديد؟ والله يقول تحديد بس بعتقد يعني المؤامرات الناس ماتوا من زمان واللي ما بغداد مو لا انا ما احكي كلمه حق بس اخشى اظلم ان شاء الله لا تظلم اخشى يعني اللي بنعرفه يمكن امريكا إلى دور هم. الانجليز دور مستمر لانه هي وراء حلب بغداد إلى دور اساسي قد تكون امريكا دور ثانوي لكن لها دور تآمري واحدى الفترات اتت وبالسفارة الأمريكية كما بلغنا أو كما أذكر بأديب الشيشكلي وإبراهيم الحسيني للقيام بانقلاب وتغيير الوضع في سوريا بعد, بعد عودة بعد الديمقراطي بعد عودة شكر القوات لي. والله هنا عم بحكي لك عام لا عام لا. في أي سنة تقصد يعني أخشى آه أن أكون غير دقيق لكن تقصد في الفترة من 55 إلى 58؟ هذه يعني كانت فتره المشكله في المرحله 56 فتره يعني. ان كل مجموعه من الضباط كانت وخمسين تلعب على الساحه في 56 نعم هي يمكن بالسنه 56 وكان الغرض الرئيس منها اذا لم يغير الوضع كما يريدونهم ان تكون هناك ضرب لحزب البعث العربي الاشتراكي من الجيش اضعافه بالجيش ثم التهيئه لاضرابه م... لضربه مدنيا لماذا حزب البعث وهناك احزاب يعني احزاب اخرى كثيره على الساحه السوريه اقوى من حزب البعث يعني على الساحه السوريه في تلك المرحله كان حزب البعث اقوى حزب لانه قوه بالجيش له انت كنت قد انضممت في هذا الوقت الى الحزب يعني كنت من الذي ضمك للحزب يعني اجتمعنا بالاساتذه والجماعه قالوا مين اساتذه؟ الاستاذ ميشيل وصلاح واكرم اي وقت اجتمعت فيه؟ يعني باول 56 كيف دعوك للانضمام للحزب وانت كنت رجلا عسكري؟ حمدون اه لانك شاركته في الانقلاب اصبحت معروفا الان يعني الرجل واعتمدوا على كلمتنا كرجل بس انت يعني هل كانت افكار البعث تلائمك في تلك المرحله؟ والله هي كانت تلائمني وافكار جيده وممتازه وخاصه دفاع عن الفقراء والفلاحين والعمال ده كان منهج اكرم الحوراني إيه لا ولكن كان يتوافق مع الحزب الاستاذ ميشيل الله يرحمه صلاح والاخرين يعني اخذوا من الاسلام الدعوة إلى مكارم الأخلاق الصدق الإستقامة الشجاعة التضحية دون لقاء كما أن سلوكهم كان سلوك يدل على أخلاق حميدة الأساتذة نفسه كنت على قناعة بالانضمام للحزب ولا لأنهم دعوك فلم ترد دعوتهم والله أنا من عمري قناعتي مع الشعب الطيب سق ولا أخاف في الحق لو متلائم لو بصير عمري ألف سنة إن شاء الله وباروتي يصير. دائما بإيدي مهما كبرت في سبيل الشعب وسبيل الوطن سق دون مبالغة ولا أريد أجرا ولا ثوابا يعني انضممت حمية أم قناعة أنا من قديم يعني إلي هالاتجاه من كنت بالكتلة الوطنية وانا من الشعب ولخدمته يعني بالجيش اصلا يعني جيش هو لخدمه الشعب والدفاع عنه لو عدنا لمخطط او المؤامره على حزب البعث فهالمؤامره وصلت عن طريق على ما اذكر الشعب الثاني عبد الحميد السراج كان امره اللي هي المخابرات المخابرات أو نسميها الشعب ونقلت إلى الأساتذة بستة وخمسين ووصلت إلى الضباط وأنا من الناس اللي فكروا بانقلاب كامل في تلك المرحلة تلك المرحلة ما هو كل شهرين انقلاب يعني انقلاب كامل كان رتبتكم ايه في الوقت ده النقباء عملوا والعقداء <تصفيق> <تصفيق> فوصلت لأيروت على عيني والله كنت وقتها 56 يمكن مقدم يعني ده انقلاب المقدمين كان مقدم يمكن ممتاز لكن تآمر على قوة تقدمية لصالح وقلت لك أنا قبل م. حلب بغداد كان لخدمة الغرب مئة بالمئة ولإسرائيل ولم يترك فرصة ليلا ونهارا إلا وتآمر وكشفت ذلك محكمة المهداوي بالأسماء والأرقام والأموال وقفنا ضده نحن ما عن ال... يعني الجمهورية والديمقراطية العسكري بتم له شيء يعني مم. نعود إلى الانقلاب الذي فكرته لكن ما يعني لا نضحي باستقلال سوريا في سبيل وصي صنعته انجلترا صناعه الملك فيصل الله يرحمه كل له ماضي بسوريا تامروا عليه الفرنسيين كبير لكن هذا الوصي صناعه وسوريا ما هي مزرعه لا للوصي ولا من جاء بعده انت الان تتحدث عن محاولات العراق ضم سوريا وعمل وحده معها في تلك المرحله لصالح الوصي عبد الاله يعني الغرض الصوت الحر، موقف المشرف لسوريا ان يقطعوه هل كان إنه؟ هناك تجاوب الان من القياده السوريه في ذلك الوقت للاستجابه لذلك المطلب؟ ولذلك تامروا على البعث؟ كان حزب الشعب وبعض من يمت اليهم بصله كان صله بالعراق ولكن في قسم منه صاب دال اخر حزب الشعب كان بيرأسه في ذلك الوقت الدواليبي؟ رشدي رشدي الدواليبي أحد, أحد أحد معروف الدواليبي معروف <تصفيق> <تصفيق> يعني للتاريخ الجماعة كانوا لهم اجتهاد نحسن نقول يعني ما هنخون ولهم مواقف نضالية طيبة لكن قناعتهم ان العراق بلد ولو فيها الانجليز قوه لسوريا وسوريا قوه للعراق. نحن كنا نرى ذلك خطرا على استقلال سوريا وعلى ما قدمته من شهداء سوريا قدم اكثر من 100 الف شهيد نخلص من فرنسا نرجع ثم غرقت في الانقلابات العسكريه. صار وقع هذا وقع ما وقع هذا أنا نتيجة العالم التالي كله هيك مش مبرر سيادة الرئيس صار يعني هو عم بتأمروا عليك ناس دخل توقف توقف يعني أنا أذكر يوم صار عصيان قطنة حتى مصر عبد الناصر الله يرحمه أكرم اتصلوا عن طريق محمود رياض كان سفير في سوريا يعلموه كان رأيه حسب ما حكى وأنا أنا حسب ما بعرف إني استمروا بالانقلاب الكامل استلموا كل شيء متى هذا؟ هي ب 56، نسيت الشعر ب 56 ده الانقلاب الذي كنت تخطط له؟ لا مو أنا خططت أنت بتخطط لشيء ثاني؟ لا أنا واحد معهم لكن مو أنا خططت من اللي كان المخطط الرئيسي؟ أخذ رأيي أجا لعندي مصطفى حمدون، كنت بالجبهة اتصل معي مصطفى طبعا عمل الانقلاب اللي أنت ساعدته فيه وبقيتوا محترفين انقلابات يعني مو محترفين ما يشى وطننا هذا شو احتراف على ايش؟ احتراف ما هو احتراف من اجل مصلحه الوطن لا موقف ما. يعني لولا قناعتنا اني موقف شريف ما بنضرب الضرب وفي ارقامنا يعني عيب لو كان طمع مصطفى طبعا انقلاب حلب اللي عمله رفعه فوق الان وخلاه نجمه وسيظل نجمه في التاريخ والله السور. هو رجل ادمي شاب ضحى والكمال لله يعني هالشباب نعرفهم كانوا اواضم حتى الاستاذ الله يرحمه يشيل يعني اكرم ما عنده شيء الرجل يعني كساب وحاب ما عنده شيء ولو كان الكمال لله اخطاؤه يوم الانفصال الى اخره فانا مصطفى اتصل معي كنت بالجبهه بالقطاع الجنوبي عند الحمي رئيس اركان لواء هنا هو كان رئيس اركان بقطن اللواء يمكن رئيسه كان توفيق شاتيله ضابط دمشقي جيد ها قال بعض الشباب يشوفون نسعدنا سهرة يعني تمويها قلت له عندي شغل ما بحسن منزل اجى لعندي تعاكينا كيف فهمت الصورة يعني اخذ من اكرم اخذ من جهات اخرى وعبد الحميد بالشعب الثاني وصل المعلومات أوصلها لانه فيها نقل عبد الحميد ايضا من الشعب الثاني فقال نحن الرأي الأساتذة موافقين على أن نقوم بعصيان بقطعنا نغير التنقلات وبعد يشيلوا قائد الرئيس الأركان اسمه يمكن توفيق نظام الدين مم. صحيح توفيق نظام الدين فأنا قلت له يعني المفروض ننهي نهائي مو كل يوم حركة وكل يوم يعني عملوا حاجة كبيرة بقى. انقلاب كامل وكان مطروحة قصة الاتحاد أو الوحدة مع مصر وهذا عز وشرف للعرب يعني, يعني تلتقي بلدين عربيين خاصة من يعني مصر. من 56 بدأت فكرة الوحدة من قبل الضباط البعثيين في الجيش السوري البعثي وغير الوحدة بالنسبة للشعب العربي شيء أساسي حتى من أيام فرنسا أول نشيد بلاد عربي أوطاني نعم حتى لتطوان يعني طيب بالمغرب <applause> <applause> فأنا تقديري قلت له يا مصطفى تنقل للشباب لانه صار مفاجاه اني رأيك كيت مو كل يوم حركه انقلاب كامل نخلص من هالكم واحد هي ردا على مين سؤالك. بالذات اللي انتم كنتوا عايزين تخلصوا منه؟ ما محطين حدا خلاص منه لكن بتقول كم أمر واحد علينا م. مين المتامرين؟ لا اكمل لك الصوره تفضل بعد إن نرجع للجواب على سؤالك طيب الهدف الاساسي كان أن ينقلوا أمين نفوري صار بالآخرة الله يرحمه ضابط جيد كان أستاذنا بالكلية العسكرية قائدا لكافة قطعات المدرعة بقطر وأمين من جماعة أديب الشيء شكلي كمان لحري الله يرحمه ونقل عبد الحميد يعني كم ضابط أمين نفوري ضابط ممتاز بالمعلومات وشجاع باتخاذ القرار الاخير تم يعني انا قلت له ضرب نهائي منشيل يعني رئيس الاركان هالكم شخص وخاصه جماعه اديب الشكل الكبار يعني بالاصل حاربنا بالشام الاساتذه وطلبت منه قلت له على انه حافظ أفرجيك ان هي معلومات مضخمه كتير قصه التسريح على ان نحافظ على الضباط الدمشقيين عمر قبيني شاتيله سهيل العشي السمان آه يعني هل ضباط كبار توفيق شاتيله وضباط ممتازين علما عسكريا يعني بيقولوا ان اتجاه غربي ما غربي حرين لكن, لكن المهم طالما دمشقيين وحلبيين مش... من خير, الضباط يعني لازالت يعني التقسيمات عندكم ايضا بتدخل فيها قضيه العنصريه الاقليميه يعني مو المو... لا مو تقسيم يعني وجد بالجيش ما يقال باسمها كتله شوى مع انه ما هم الكتلي. بس بلفوا على بعض يعني نعم في بعثيين في جماعه اديب الشكلي ما فيش حمويين ولا حلبيين لا ما في لهذا المستوى بس الحمويه بحبوا بعضهم بلفوا على بعضهم <applause> فرجع على دمشق قال لهم الراي المقدم امين كيت يبدو الاساتذه وانا اصريت على الشوام قلت ان يكرموا ضم مكان جن ضباط ممتازين نحن بحاجه لهم نعم. يبدو تقلبت الامور دخل عفيف البزري كان وقتها ايه رتبته منصب كان يمكن امر الشعب الاولى مقدم او عقيد يعني ماني متذكر امر مخابرات ايضا لا المخابرات على الشعبة الثانية المخابرات مخابرات. والأولى دي شعبة إيه؟ شعبة أفراد وما أفراد وكذا مشاة يعني إيه لا مو مشاة يعني ضباط وأفراد نقل وتنقيل وإدارة إدارة للجيش يعني؟ إيه بالمعنى الإدارة والتموين الشعبي الرابعة الثالثة عمليات يعني أخذينا من الفرنسي قولوا بروميير برومير بيرو دوزيم بيرو تروازيم بيرو كاتريم يعني من الفرنسي بالاب شو الاولى الثانيه نعم. الحاصل بدي نزل مصطفى وقال حنا ساوي كذا وعساس خبروا ان انا بالجيش الجبهه ما بصير حدا يتحرك لكن نحن ضمننا له ما يتحرك احد من الجبهه ضدهم استقرار الجبهه اللي صار ما حدا يتحرك وإن أصدقاء اتصلنا فيهم فلان وفلان سكن الوضع من مون يعني قادة الحزب مع الأسف حريم جوز كلام صح إن صح أنا أكون غلطان اتفقوا بالأخير مع أعدائنا اللي ضربونا حافظوا على جماعة أديب وبقيوا لم يتم فصلهم وتسريحهم والدمشقيين صاروا على جنب يعني عكس ما تريدون عكس ما أريد أنا وصالحوا مع بعض ونقل لا مو سرح يمكن توفيق نظام الدين ورفع على ما اذكر عفيف البزري واستلم محل طبعا لانه صار رئيس اركان بعد ذلك يمكن فقصة تسريح ضباط كتير وصار برا لا انا لا اقصد هذا بس انا اقول من تسري... 49 الى 55 يعني مو من اول هتكسبة. ما حسن الزعيم بدا لحد ما انتم واصلتوا حركه مسلسل لا. الانقلابات في شيء من لازم اقول لك اياه التسريح بهالفتره نحن ضمن الضباط دخلنا بعهد الاستقلال مع احترامنا للناس جميعا الضباط اللي خدموا ايام فرنسا يعني لنا عليهم شارت ستيفان صغيري اني ترضى عنه فرنسا لجيشه هذا ما هو مع انه فيهم ناس من خيره الناس نعم. لا يخلو علما وخلقا لكن نحن بننظر أن ال الوطنيين الحقيقيين اللي اجوا على الجيش بعد الاستقلال في الفتره دي ذكر بان تركيا والعراق كانا يخططان لغزو سوريا حشدوا جيوش الحشد التركي ونقل هيك الكثير من الوثائق الامريكيه في كتاب الانفجار نعم عن مخططات فعلا للقوى المختلفه تدور في اطار حشود على الحدود من اجل غزو سوريا نعم ايه كان رد فعلكم ودرايتكم ومتابعتكم لهذا الامر بصفتكم الضباط الذين كنتم تتحكمون في النظام في في سوريا في ذلك الوقت <applause> والله مو تتحكم بالنظام يعني انا واحد يعني اذا حد مش عاجبكم بتعملوا انقلاب واحد صبح. من الشباب الحقيقه نحن وقفنا ضد الحشد التركي ضد الحشود التركيه ونحن ايماننا ان الحشود موحى بها عمليه تهديد وضمن المخططات التي رسمت لتتامر على سوريا والعراق مستمره العراق له دور رئيس بحلب بغداد العراق المتامر الرئيسي بحلب بغداد مستخدم كبلد عربي كان نوري السعيد وفلان الله يرحمه كما راح الرجل بالآخرة نوري وجماعته هذول عسكر انجلترا مدى استعدادكم ايه لصد الهجوم في حالة وقوع هجوم هجوم صورة, صورة موجز انا في حين سلموني مدير كلية حربية بحمص او كلية عسكرية هذه الذي التي تخرجت منها اللي تخرجت منها اصبحت مديرها مديرا 57 يعني بهالسن ب 57 بهال فصارت الحشود شكل بعد ما شلنا نظام الدين وجماعته وبقي عبد الحميد بالشعب الثاني عبد الحميد كان دين قلوب شكل مجلس عسكري بالجيش شكل مجلس عسكري بالجيش في من جماعة أدي رئيس الأركان معاونه كان أمين نفوري في بعض الضباط وأدخل أو استلم مصطفى حمدون الشعب الأولى الشعب الأولى يعني مكان عفيف البزري محل عفيف مم. وعفيف استلم رئاسة الأركان فهون في قصة اتصلوا معي كان تصير اجتماعات بالبيوت اول امر هم. لدرجة وضع الجيش وضع العناصر المعاديه الى آخر بس كده من 54 57 ثلاث سنوات وكان نقيب مصطفى حمدون الان بقى رئيس الشعب الاولى ايه الشعب وانت اصبحت بستاه على رئيس للكليه هو بيستاهل رجل كويس وانا والله هم. يعني احنا سوينا كليه اركان مصر استفدنا كتير اساتذه محترمين و... في الفترة دي أنت أنت درست 56 في مصر في كلية القادة والأركان في في كلية الأركان كلية الأركان واستفدنا كم و... شهر بقيت في مصر؟ تمينا شي سنة وشهر يمكن اه يعني خدت دورة كاملة درسنا أمور ثانية ونح الدورة ثلاث أرباع صارت حرب 56 رجعنا لنقاتل مع الجيش المصري هذا جيشنا يعتبر ساق يعني رجعنا على قطعاتنا وحمسنا الناس واجبنا لكن المشير الله يرحمه بعد خبر عبد الحكيم عامر عبد الحكيم قال نحن ما في حاجه مهم مؤامره ضخمه ثلاث دول دولتين من اقوى دول العالم فرنسا وانجلترا و... وتابعتهم اسرائيل يعني المخلب اسرائيل لكن القوه الاساسيه الحاصل نرجع للمجلس تعجيك على الحشود صحيح مع الضباط هون في حادثة ذكرى أكرا وصحيحة بيعرفوها الشباب طلبوني عفيف البزري وكذا عفيف أنا في خلاف بيني ممكن طالب بالكلية كان مدربنا في خلاف بيني وبين كان وأنا طالب الرجل كل شيء واحد يعني ما قال يا أمين يا أبو عبدو بدك تكون معنا بهالمجلس كذا أنا طلعت معي الكلمة قلت لهم شوفوا يعني أنا أحب ما علي أكون معكم مجلس عسكري يعني قيادة الجيش آه. قلت له لكن هناك بعضكم وبالاسم حددت الأسماء ما ذكرت أذكرها بالاسم بدي أذكرهم كانوا أو لهم يطول في مؤامرة ستون أميركي اسمه ستون على ما اذكر نعم 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 بجت رئاسه اركان والضباط مرد. هذا اللي قيل ان امريكا ارسلته وراح بيروت وراح هيك متذكر ستون مسلسل نعم ستون بجوا يا عبد عمل اتصالات حاجة. ببعض قيادات الضباط وشيء من هذا الكلام واشتغل الصياح لازم ابو عبد يعتذر قلت لهم انا راجع على الكليه واللي بدكم يعملوا لانه انا في موقف كنت فقط. تقصد مين؟ في شخصين ثلاثه يلا إيه صاروا بدال الآخر راحوا ما خلاص ما تقول تاريخ لا تاريخ يعني انا قناتي مذكوره في كتب اخرى مذكوره بنقراها معلش اسمح لي هي تاريخ وانت ذكرت ذكرتها قلت في ناس مع لهم علاقه بستون بس انا معلوماتي هي اخشى اظلم الناس لا هون في تاريخ منين استقيت المعلومات؟ من الشعب نحن الجيش بنحكي لبعضنا من الجيش تقصد من الجيش الضباط أن يو هاي مؤامرة ستون فيها فلان وفلان فبيجوز في بعضهم بريء يعني لو أنا مية بالمية متأكد بحكيها ليش نقرأ بحكيها علني أمام البشر كافة ولا أخشى بالحق لو ما تلائم كائنا من كان لكن أخاف أظلمهم، هذا اللي وقع نعم فطلبوا أعتذر والرئيس أركان ومعاونه يعني بعثوا حطوني بالسجن أني أبو عبدو عم بتهم الناس قيادة الجيش إني اعتذر قبل اتفت عفيف وأمين نفوري معاونه قال من استفتاء هل يبقى أمين الحافظ عضو في المجلس العسكري ولا بترك مم. بالإجماع ما عدا جماعتي الحزبيين أني <applause> يعني أبو عبد يبقى ما عدا جماعتي الحزبيين مصطفى عدوني فقط دول الرفض رفضوا لأنه يعني هذول انجرحوا واعتبروه فهون المجلس بعد مشان المجلس ده يختلف عن اللجنه العسكريه البعثيه؟ هي هي يعني دي. بختلف. لا مختلف بيختلف هذا المجلس في من جماعه اديب في عفيف البزري ميول يساريه اكثر من لازم في مستقلين برجع مشان تركيا والحشود دي. بعد الجلسات قالوا يا شباب نحن شو بنساوي يعني أنه والله لازم نقف ضد الحشود هي ونوزع سلاح بكميات كبيرة. شوف الناحية عظيمة. مم. أنا قال عبد ثورة حلب تترك حمص. بترول حلب وبتستلم قيادة المقاومة الشعبية. يعني بكل أنحاء سوريا أنا عندي أوضح. يعني بعدين بحكي أكثر. عشرات الألوف من الشعب الطيب أخذ سلاح. وصاروا ينصفوا كتائب مدربون ما فيهم اساتذه محامين وكيت وكيت كل من رفاقنا كان المحافظين وقاده الشرطه معلومات دقيقه ولكن ماني حافظان على الرقم نسبه الجرائم والمخالفات نزلت الى الحد الادنى بحلب طبعا طالما الناس توجهت الى عدو خارجي في نخوه شوف الشعب الطيب يعني انت اليوم ناس ما انا ما عندي بارودة اعطيتني بارودة وجاري بارودة اذا براسي شيء بعمل بدي اياه السلاح وزع بكميات كبيرة للشعب المحافظ مع الشرطة مع الامن يعني ماني حظان معلوم دقتها يقول لك نسبة الجرائم انخفضت الى درجة كبيرة جدا نتيجة لانه الشعب توجه نحو خصم شعب طيب شعبنا العربي اللي مؤمن بربه شعب طيب هم. هاي تمت حتى بعد انتهيت ورجعت للكلية وبعدها رحنا على مكان ايه اللي افشل, أفشل الان المخطط التركي العراقي اللي افشله صمود الشعب الطيب من شماله لجنوبه ومن غربه لشرقه لكن انتم تدركون جيدا ولكن بقيادة هون الفضل بيجي للبعثيين الشرفاء سيق يعني هو الفضل للشعب هلا يوم الوحده صعي نحن إحنا, احنا عبد الناصر لكن شعبنا بالاصل وحدوي وبضحي بكل غالي ونفيس في سبيل وحده هذا اللي وقع الان انتم كنتم على يقين كامل اما التسريح المبالغ فيه في ابو كم شخص بان تركيا لو تحركت هي والعراق لاكتسحت سوريا والله من قاتل هذا وطن وطن عيب وطن طبيعه علاقتكم بامريكا ايه في تلك المرحله؟ والله انا ماني سياسي ذاك الوقت يعني لكن كنت ك... تحكم يعني انتم عسكريين ما مسيسين لا. لا. مسيسين يعني امريكا دخلت حلب بغداد الى دور امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه كقوه عظمى يعني بريطانيا كانت رقم واحد بالحرب الاولى صحيح انتم كعسكريين في تلك المرحله كنتم تشعروا بانكم مشتتين وضيعين ومن ثم بداتم تتوجهون للبحث عن الوحده مع مصر لا حاشة هذا الكلام قيل كثير وقيل خوفا ما شويه تسلط على سوريا صارت هذه حاشا وليس صحيحا بما فيه الاستاذ حسن محمد حسنين هيكل مع محبتي لكتابته واحترامي له هذا الرجل اللي يستحق كل خير كذلك اخطا كان يقول يعني اني والله خافوا من الشيوعيه هو لم يقل وحده هو انما بتر ايضا تكاد في يعني هؤلاء محللين للوضع ومن أنا المؤكد أنا... أن... ان هذا التحليل له جذور كلامك صحيح هذا من نوع القاء الكلام على عواهنا كيف وانتم كضباط كل مجموعه تلتقي وعايزه تعمل انقلاب اسمح لي اسمح لي نحن قلنا القوه الرئيسيه وحتى اكد لك اجتمعنا مجموعة صغيرة من الضباط ومعنا آمر الشعب الأولى مصطفى حمدون ومعنا ضابط اسمه حموي كنيته الزجار أحمد محمد الزجار نسيت كنيته الزجار من حماية يعمل بالشعب الثاني الشعب الثاني معلوماتهم أدق يعني وقت منقول حزب الشيوعي انا حفظان مثلا خالد بغداد بيعطيك قائمه كامله م. يعني مقابر ابق معلومات قدرنا موقف شو قيمه او قوه الشيوعيين بالجيش وخارج الجيش وجدنا اننا نستطيع اي تحرك شيوعي بالجيش بدقائق نقمعه افراد لكن كان هناك شباب نفس يساري وخاصة الفلسطينيين وهم ضباط من خير الضباط الجيش ووطنيين وشرفاء لكن نفسه يساري وصار في صلات طيبة بينه وبين عفيف البزري أخذت الجهاد ضخم أني سوريا البزري كان يساري ولا شيوعي؟ والله أنا بتقديري هو شيوعي هو يصنف على أنه يساري أنا بتقديري يساري يعني أنا تقييمك يساري. إيه لشخصيته؟ والله انا الرجل اعرفه نظيف نظيف اللي انا بطلع على النظافه لان بدي مع استاذ بدي ياخذ بيشتروه بصير زلمتهم نظيف اليد وجريء في قول كلمه الحق اللي يؤمن فيها يعني بيحكي يحكي معك يزعل لكن يؤمن بكلمه بحكية فضلا عن نظافه يده معلوماته اختصاصه بالجيش كان قويا جدا يعني هو رياضي رياضيات بالعلم ودارس طبوغرافيا دارس شغلات كتير ورجل معلوماته ممتازه وثق بمناسبة عفيف البزري الخطيئه الكبيره انا شخصياً عم بحكي نعم اللي اخطا فيها الله يرحمه عبد الناصر ومعه المشير ووزرائه وبعد قاده الحزب لانه بده يخلصوا منه من عفيف صرفه باسلوب غير غير سليم الرجل ساهم معنا بالوحده ادبا احتراما لمكانته كان قائد جيش مو تاني يوم السرحوا حتى هلا بجيك على تسريح الضباط ما سرح من الضباط ايام الوحده اكثر بكثير من قبل وهي من اخطاء عبد الناصر الله يرحمه تعتقد أن الخطأ الرئيسي الآن هو دخول الجيش السوري في السياسة وفي الأحزاب وترك مهمته الرئيسية وتفرغه للقيام بانقلابات وتسيير لا بالعكس والله أنا هي كان عملنا بالتدريب ليلا نهارا هذا واجبنا أن نقبض على راتب وطننا ليلا نهارا لكن عندما يكون هناك تآمر على وطن وأنا واحد من هالألوف العشرات اللي ضحيت وانحبست وضربة حجر وجه فرنسا واللي شال سلاح احنا بال45 زلنا شلنا باروده وقاتلنا يوم انضرب البرلمان وكثير من رفاقي بحلب وغير حلب فالوطن فوق كل شيء دون نظر لمصلحه او غيرها هناك من سبقنا بزج الجيش ومن اخطاء الكتله او حزب الوطن هي حقائق معروفه أما أنا معك الجيش يجب أن يبقى بعيد تأمر السلطة السياسية كائنا من كانت له واجب واحد الدفاع عن الوطن لكن نحن كعالم يعني سالس أو ممزقين والتآمر علينا كثير الدول العظمى شيء طبيعي أنا ما بزعل من إنجلترا تآمر ذو أمريكا لهم مصالح بهم يسيطروا على الناس في الفترة دي كانت علاقة عبد الناصر ايه بالبعثيين؟ والله كان انا سالت انا ما كنت انا بعرفه من كنت بمصر التقيت فيه في مخ... 56؟ ما اختلط فيه بس دعينا مرات شفته وسلم علينا الرجل ما صار حديث بيني مصطفى شافه مره مرتين حمدون انا الرجل يعني اعجبني فيه ولم يعجبني فيه شيء جرأته بالتأمين تمصير البنوك تمصير كذا الاتجاه العربي يعني الجيش بده يعده اعداد جيد موقفه بالنسبه لاسرائيل بالنسبه للبلاد العربيه الاخرى الخط التقدمي اللي اعطاه اللي ما اعجبني فيه وحكيته اخطا بضرب الاتجاه الاسلامي انت اختلفت مع ضربك واحد رصاصتين اربع بسو تقصد الاخوان المسلمين بعد 54 الاخوان يوم ضرب حسن البنا الله يعني. لا حسن البنا قتل في 49 قبل عبد الناصر يعني بع... هل بقي من من جماعه في 54 حادث المنشيه وما تبعه من من هل اللي حبسون حبس كثير كتير من الزعماء ما انتم حبستوهم برضه يعني حبسنا طالعنا بتحبسوا وطلعتوا طالعنا تامروا هو وحلي... طلعهم برضه بعد حماه سووا مؤامره بحماه يعني انت لو تعود الى ما كتب اكرم هذا الشيخ رجل اسلامي من خيرة الناس بقول لك سعيد حوار كان من جماعة الاخوان في سوريا بسوريا توفى الله ورجل عالم فاضل عالم علامي وسجن كذا سنة بالشام هنا بقلب بغداد هو ومعه استاذ من الاخوان المسلمين اسمه الطنطاوي الشيخ علي الطنطاوي؟ لا عبد الله الطنطاوي عبد الله <applause> الطنطاوي تساوى ندوي بإحدى الجامعات شيء 300 400 شاب ومع المعارضة السورية كنا كلياتنا حضران ألقى محاضر الرجل كان عيونه وقتها ما عم فيها منيح لكن رجل عظيم علما وأخلاقا ونضالا حدا تعذب فسأله واحد من الشباب لأنه كان دور تقول لي على الإخوان المسلمين أكرم أقول أبو عبد ضرب الإخوان بالحمل انا انقذتهم سأتي بالتفصيل لا هم اكمل لك إيه على طيب على الاستاذ سعيد حو. أح... سعيد الله يرحمه سألوا واحد من الشيعيين معروفه هون يعني مئات والمعارضه موجوده وانا كنت حاضر قالوا له ثوره حماه بال 64 يمكن حموي اللي سالوا تأسن تعطينا عنا موجز كيف انتهيت يعني مين له مين كذا حكى كم كلمة قال له أمام الجميع وانت هلأ هون تشوف بتسأل قال له للتاريخ وجنبه عبد الله قال له الذي أنقذ مدينة حماية من التدمير هو أمين الحافظ الفضل له يعود وبعد مدة اجاني الرجل المرحوم الطاهر صاحب الكرامات هذا شو محمد الحامد قال ابو عبده في محكوم كذا قلت له عفو مع الاسف بحما برزت قضايا طائفية سكت انا عم ما بدي اسيرها انا سألت للتفصيل الان انت بتستشهد بعبد الناصر تفضل وما اخذك على عبد الناصر ايه ما اخذك الاخرى عليه بعد ما ما اخذ الاخرى عليه بالحرب وهي انا بقول اقرب المقربين وخاصة حرب عزيران يونيو 67 أولا كان يجب أن لا ينساق مع, مع من ورطه في سوريا هذول ورطوه. السوريين ورطو في حرب 67 القيادة السورية ورطته كان يجب أن يكون عقله كبير أوعى من هيك ومن أخطاء بهالحرب الحرب هي عبد الناصر بحسن يحرك الجماهير من المحيط للخليج كان يجب أن يستمر في المعركة ما كانش في معركه اصلا ولا ما لازم يستمر ضربوا لي الطيران كيف يستمر ما عنده قوة ما عنده اسلحه يخوض بها حرب عنده عنده كل شيء طيران ضرب الجيش ضرب في سيناء يضرب ستة برجع. ايام يدرب. وصلت اسرائيل الى قناه السويس يضرب هون هي اخطاء وهي هو أصله ضابط جيد من مدربي كليه الاركان ساتي معك بالتفصيل الى الى هذه كان الامور علي بعد ذلك كان العفو كان علي ان يستمر بالحرب بالحرب العالمية الثانية أنا مدني كنت يعني شبيب ضرب الطيران الفرنسي ضرب الروسي ورغم ذلك الشعب قاتل عدا فرنسا الروس دمر طيرانهم قاتلوا يوغوسلافيا المارشال تيتو بلد صغير فيها كان 15 مليون قاتلوا اقوى جيش في اوروبا الجيش الالماني بالجبال وفقدت يوغوسلافيا بحسب ما مع معلوماتي من مليون ونص للمليون وسبعمائة ألف قتيل وحارب وانتصر ساعدوا بالأخير الإنجليز الوطن ما في أغلى منه في الحلقة القادمة أتناول معك علاقة عبد الناصر بالبعثيين وذهابك مع أربعة عشر ضابطا إلى مصر من أجل دعوة عبد الناصر للوحدة مع سوريا وإعلان الوحدة في فبراير 58 ثم إعلان الانفصال بعد ذلك أشكرك شكرا جزيلا إن شاء الله. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق أمين الحافظ رئيس سوريا الأسبق في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية أستاذ